مدبولي يستعرض فرص الاستثمار المتاحة لبناء نحو 250 ألف غرفة فندقية لاستيعاب 30 مليون سائح سنويا. وزير الخارجية والهجرة يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني على هامش زيارته لرواندا. خلال استقبال وفدا من الكونغرس الأمريكي العاهل الأردني يشدد على أن بلاده لن تكون ساحة حرب. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بقطع الأراضي والتي يمكن استغلالها لبناء نحو 250 ألف غرفة فندقية لاستيعاب 30 مليون سائح سنويا، وهو أحد المستهدفات التي تليها الحكومة أهمية خاصة خلال الفترة الحالية. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي أهمية كبيرة خلال الفترة الحالية لقطاع السياحة، وذلك باعتباره أحد القطاعات الرئيسية التي تعمل الحكومة على تطويرها وتحسين أدائها ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يضم إلى جانب السياحة كل من قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أضاف مدبولي أنه إلى جانب الجهود المبذولة من قبل الحكومة للترويج للمقاصد السياحية المختلفة هناك مستهدفات تعمل عليها الدولة حاليا، وهي جذب 30 مليون سائح سنويا، لكن في المقابل نواجه تحديا يتمثل في ضرورة إضافة نحو 200 إلى 250 ألف غرفة فندقية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هيئة التنمية السياحية التي تمتلك محفظة أراض سياحية تتبع وزارة الإسكان، وهناك توجيه لوزير الإسكان بإعداد خريطة بالأراضي المتاحة لتنفيذ هذه المستهدفات، مؤكدا أن مسؤولية الترويج للفرص الاستثمارية السياحية مسؤولية مشتركة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الأهمية البالغة التي تمثلها منطقة الأهرامات للمصريين والسائحين من مختلف دول العالم، والتي تعبر عن الحضارة المصرية القديمة، تمثل أحد عوامل الجذب الرئيسية للسائحين. وقد جاء ذلك خلال اجتماع بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير مدخل منطقة الأهرامات ومحيطها، حيث أكد مدبولي أن المشروع تطوير المدخل والمنطقة المحيطة سيسهم في تحسين التجربة السياحية بها. وذلك قد شهد الاجتماع تناول عدد من الموضوعات التي تخص أعمال تطوير المنطقة الأثرية بهضبة الأهرامات ومحيطها الجارية، ومن بينها تطوير بوابات الدخول الواقعة على طريق القاهرة الفيوم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاهتمام الشديد بصناعة الهاتف المحمول سواء للسوق المحلية أو بهدف التصدير. وخلال اجتماع لمناقشة ملف توطين صناعة الهواتف المحمولة للتصدير من مصر، أوضح مدبولي أن هناك بالفعل عدة شركات بدأت في التصنيع المحلي للهاتف المحمول. هذا واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأهداف المنشودة من توطين صناعة الهواتف المحمولة، موضحا أن إجمالي الطاقة الإنتاجية الحالية لتلك الشركات يصل إلى 11.5 مليون وحدة. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الدعم الكامل للشعب الليبي الشقيق، وحرص مصر على دعم وتعزيز سبل التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، وذلك خلال استقباله رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد وعدد من المسؤولين. نوه مدبولي بالدور الكبير الذي تقوم به الشركات المصرية في إعادة الإعمار في ليبيا. من جانبه ثمن أسامة حماد الدعم المصري الدائم للشعب الليبي الشقيق في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم المساعدة اللازمة للشعب الليبي. أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي العلاقات الأخوية الممتدة ووحدة المصير التي تربط مصر وليبيا،
وخلال لقاء عقده مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني على هامش مراسم تنصيب الرئيس الرواندي في كيغالي، أكد عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لمسار الحل الليبي الليبي، مشددا على مواصلة القاهرة لدعمها لدور المؤسسات الوطنية الليبية وصولا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتزامن، وذلك في أقرب وقت. من جانبه أشاد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي بالجهود المصرية البناءة والداعمة لاستقرار ليبيا، ومثنيا على ما تطلع به القاهرة من دور محوري لحل حالة الأزمة الليبية. أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي استمرار دور مصر الداعم للسودان ومؤسسات وحدة وسلامة أراضيه. وخلال اللقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على هامش حفل تنصيب الرئيس الرواندي بول كاجماي في كيغالي، أكد عبد العاطي استمرار اطلاع مصر بدورها في مساعدة الأشقاء السودانيين. من جانبه حرص البرهان على نقل تحياته وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي وللدور القيادي الذي يطلع به في دعم السودان ومؤسساته الوطنية ورعاية السودانيين على الأراضي المصرية، معربا عن تقديره لمصر على توفير الرعاية والحماية والدعم للأشقاء السودانيين على أرضهم. أشاد وزير الخارجية بدر عبد العاطي بجهود الوساطة التي تقوم بها كينيا في جنوب السودان وبدورها الهام لتعزيز الاستقرار في منطقة شرق أفريقيا. وخلال لقائه رئيس كينيا ويليام روتو بكيغالي، نقل عبد العاطي رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره الكيني تتضمن تحياته وتهنئته بمناسبة إعلان التشكيل الحكومي الجديد في بلاده، معربا عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات محل الاهتمام المشترك. من جانبه أعرب الرئيس الكيني عن تحياته وتقديره واحترامه الكبير للرئيس السيسي للدور القيادي الذي يطلع به في دعم الأمن والاستقرار في المنطقتين العربية والأفريقية. عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا لمجموعة العمل المصغرة لمناقشة مسودة توصية الحبس الاحتياطي والتي أسفرت عنها الجلسات المتخصصة لهذا الموضوع. تتشكل مجموعة العمل المصغرة من كل من المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني محمود فوزي، والمقرر العام للمحور السياسي علي الدين هلال، ومقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة نيفين مسعد، ومقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة أحمد راغب، وأحمد وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني نجاد البرعي. أجرت قرينة رئيس الجمهورية السيد انتصار السيسي اليوم اتصالا هاتفيا مع والدة كل من البطل الأولمبي أحمد الجندي والبطل محمد السيد، وأكدت لهما السيد انتصار السيسي أن مصر والمصريين يفخرون بنجليهما اللذين حققا إنجازا مشرفا يثبت حقيقة أن كل رجل عظيم خلفه امرأة عظيمة. كما أجرت قرينة رئيس الجمهورية اتصالا ببطلة مصر سارة سمير الملهمة في إرادتها وفي عزيمتها، ووجهت لها التحية والتقدير على إنجازها، موجهة الشكر للأبطال على إنجازهم الذي يعزز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل بأسات كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. وأكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني أن بلاده لن تكون ساحة حرب. وأشار ملك الأردن خلال استقباله وفدا من مساعد أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى ضرورة التوصل لتهدئة شاملة تجنبا لحرب إقليمية، وأشار إلى أن المنطقة ستبقى عرضة لتوسيع دائرة الصراع الذي يهدد استقرارها طالما استمرت الحرب على غزة.
أبلغ المستشار الألماني أولاف شولز هاتفيا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يتعين عليه إبرام اتفاق بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين. وقال شولتس أن الخسائر المدنية والمعاناة الإنسانية في غزة هائلة، أكد كذلك على أن إنهاء الحرب في غزة سيكون خطوة حاسمة نحو خفض التصعيد في المنطقة. من جهة أخرى قالت الخارجية الألمانية أنه يجب التحقيق في هجمات الجيش الإسرائيلي على مدارس غزة، مشيرة إلى أن التقارير الواردة من غزة فظيعة وأن تعرض المدنيين الباحثين عن مأوى للقتل أمر غير مقبول، داعية لوقف هجمات الجيش الإسرائيلي المتكررة على المدارس في غزة والتحقيق فيها بسرعة شديدة. حملت حركة حماس الإدارة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن المجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي بيان لها أكدت حماس أن جرائم الحرب والإبادة التي يمارسها الاحتلال في غزة لم تكن لتتواصل لولا دعم عواصم غربية وعلى رأسها واشنطن. ودعت حماس مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة واتخاذ قرار تحت البند السابع بما يلزم قوات الاحتلال بوقف العدوان والإبادة. وقدمت الدعوة للمنظومة القضائية الدولية لإرسال لجنة تحقيق لتأكيد مسؤولية الاحتلال عن مجزرة مدرسة التابعين. كما دعت الحركة أيضا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماع عاجل واتخاذ قرارات لوقف العدوان والإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند إن المدنيين في غزة لا يزالون يعانون يوميا من ويلات الحرب وسط الرعب والنزوح والمعاناة. دعا المسؤول الأممي لضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وأكد التزام الأمم المتحدة بمساندة كافة الجهود الرامية لتحقيق هذا الهدف. كما أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن النازحين يواجهون رعبا لا يوصف بعد 10 أشهر من العدوان الإسرائيلي والنزوح القسري المتعدد والمستمر. واستنكر مكتب الأمم المتحدة المزاعم الإسرائيلية حول وجود جماعات مسلحة فلسطينية في المدارس التي تأوي نازحين كمبرر لقصفها، مؤكدا أن الهجوم الإسرائيلي يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيرمي لورانس إن تجويع المدنيين والعقاب الجماعي للسكان الفلسطينيين يشكل جريمة حرب. وجدد لورانس تأكيده على أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار وسماح للمساعدات الإنسانية بالتدفق إلى غزة. ووفقا لمنظمات الإغاثة الإنسانية ظلت إسرائيل تعرقل بشدة الاستجابة الإنسانية للكارثة التي يواجهها سكان غزة، وبالتالي تركت سكان القطاع على حافة المجاعة مع انعدام المياه النظيفة والأدوية. أكد المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف الأبراج السكنية في مدينة حمد الواقعة شمال خان يونس جنوب قطاع غزة. وأوضح المسؤول الفلسطيني أن الوضع في عموم غزة لا يزال صعبا للغاية مع استمرار القصف وعمليات التهجير، خاصة من مدينة خان يونس التي تشهد حاليا حالة نزوح كبيرة مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف الأبراج السكنية. كما نشد المتحدث باسم الدفاع المدني المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل من أجل دعم جهاز الدفاع المدني بتوفير كوادر الإطفاء والمعدات اللازمة لتقديم المساعدة
للشعب الفلسطيني. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن 24% من شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من الشباب. وفي بيان له بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 من أغسطس من كل عام، أكد الإحصاء الفلسطيني أن 75% من الشهداء في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي دون سن 30 عاما. وأشار التقرير إلى استشهاد 34 طفلا نتيجة المجاعة، فضلا عن وجود 3500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء، في حين وصل عدد الجرحى لأكثر من 95,000، منهم 70% من النساء والأطفال، إضافة إلى نحو 10,000 فلسطيني مفقود تحت الأنقاض. أعلنت السلطات في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت 100 من أساتذة الجامعات والعلماء منذ بدء العدوان على القطاع في 7 أكتوبر الماضي. وأوضحت السلطات أن قوات الاحتلال دمرت أكثر من 112 مدرسة وجامعة، فضلا عن استشهاد أكثر من 500 معلم بقطاع غزة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تعمدت إبادة كل من يلجأ للمدارس، وهو ما تكرر 155 مرة. كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هجرت أكثر من 75,000 فلسطيني من جنوب غزة خلال الأيام الماضية. وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال تصدر أوامر لإجبار المزيد من الفرار. وأوضحت الأونروا أن بعض النازحين قادرون فقط على حمل أطفالهم معهم، وبعضهم يحملون حياتهم كلها في حقيبة صغيرة واحدة، مؤكدة أن النازحين الجدد يتوجهون إلى ملاجئ مكتظة بالعائلات دون تحديد مكان معين بعد أن فقدوا كل شيء. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، من بينهم أسرى سابقون. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني أن عمليات الاعتقال توزعت في محافظات القدس والخليل وجنين، وكذلك قليقلية ونابلس، ورافقتها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين. قتل مستوطن إسرائيلي وأصيب آخر في عملية إطلاق نار من سيارة قرب مستوطنة محولا في غور الأردن، مما دفع جيش الاحتلال إلى تكثيف تعزيزات عسكرية لموقع عملية إطلاق النار. وطرد الجيش الإسرائيلي سيارة مطلق النار قرب المستوطنة، فيما هرعت قوات إسرائيلية وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث. ما زالت أخبار نشرة السادسة تتواصل مع حضراتكم من على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. الحرس الثوري الإيراني يجري مناورات عتادة، وحزب الله اللبناني يعلن استهداف نقطة تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي. أكد حزب الله اللبناني استهداف نقطة تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع الراهب الأسلحة وموقع المرج بقذائف المدفعية. وأوضح حزب الله أنه تمت إصابة الأهداف إصابة مباشرة، مشيرا إلى أن العمليتين جاءتا دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. كان حزب الله قد شن أمس هجوما جويا بسرب من المسيرات على تجمع لجنود الاحتلال في محيط موقع بركة ريشة قبلة الحدود اللبنانية. ذكرت الوكالة الإيرانية للأنباء أن الحرس الثوري الإيراني يجري تدريبات عسكرية في المناطق الغربية من البلاد تستمر حتى يوم الثلاثاء القادم. كانت إيران قد توعدت بالرد على إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هانية في 31 من يوليو الماضي في طهران.
ذكرت صحيفة هارتس أن رد إيران سيستهدف مناطق عسكرية وأمنية داخل إسرائيل. يأتي ذلك فيما تتزايد المخاوف داخل إسرائيل تحسبا للهجوم الإيراني المحتمل. في ظل احتدام التوترات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني على نحو ينذر باتساع دائرة الصراع وتبادل الهجمات على الحدود، تتأهب المنطقة لموجة هجمات جديدة محتملة من إيران وحلفائها على إسرائيل، رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران. وسائل إعلام إسرائيلية نشرت تسريبات تتعلق بالتوقيت والشكل المحتمل لمثل هذه التحركات العسكرية. صحيفة معاريف الإسرائيلية ذكرت أن التقديرات الأمريكية والإسرائيلية ترجح أن ينفذ حزب الله اللبناني هجومه خلال الساعات المقبلة، على أن يبدأ حزب الله بالهجوم على إسرائيل أولاً انتقاماً لاغتيال فؤاد شكر، ثم تقوم إيران بالرد. وبحسب صحيفة هائرتس الإسرائيلية فإن الرد يستهدف أيضاً أهدافاً عميقة داخل إسرائيل في وسط وشمال البلاد، مرجحة أن تكون تلك الأهداف عسكرية وأمنية. المخاوف في إسرائيل تتزايد يوماً تلو الآخر في انتظار الرد الذي قد يكون مزدوجاً. الأنشطة التجارية توقفت وتخلصت المصانع من المواد الخطرة، وتعكف سلطات المجالس البلدية على تفقد الملاجئ. إذن سلاح الوقت والاستنزاف الاقتصادي العامل الأساسي الذي يرتكز عليه كل من حزب الله اللبناني وإيران في الصراع الدائر مع إسرائيل. قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، قال إن شركة مايكروسوفت أبلغت حملته بتعرض موقع إلكتروني تابع لها لمحاولة اختراق من قبل الحكومة الإيرانية. كانت الحملة الانتخابية لترامب قد أعلنت تعرضها للاختراق الإلكتروني وتسريب وثائق ذات صلة. أوضح المتحدث باسم حملة ترامب ستيفن تشانغ أنه تم الحصول على هذه الوثائق بشكل غير قانوني من مصادر أجنبية معادية للولايات المتحدة، وذلك بهدف التدخل في الانتخابات الأمريكية 2024 وزرع الفوضى في جميع أنحاء البلاد خلال العملية الانتخابية. كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وجامعة سيانا أن كامالا هاريس حولت الانتخابات الرئاسية هذا العام بشكل جوهري. وذكرت الصحيفة الأمريكية أنه في أول استطلاعات الرأي التي أجرتها الولايات المتأرجحة منذ دخول السباق، تقدمت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس على منافسها الجمهوري دونالد ترامب بأربع نقاط في كل من بنسلفانيا وميتشيغان وويسكونسن بين الناخبين المحتملين، مشيرة إلى أن ذلك يعد تحولا كبيرا عن استطلاعات الرأي السابقة والتي خلصت إلى أن ترامب يتقدم على هاريس بمتوسط نقطة أو نقطتين لكل منهما عبر نفس الولايات الثلاث. في الولايات المتحدة الأمريكية لا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات الرئاسية القادمة، فالحذر هو سيد الموقف في كلا المعسكرين الديمقراطي والجمهوري في ظل معطيات كثيرة غيرت من الوضع على الأرض بعد انسحاب الرئيس الحالي جو بايدن لصالح نائبة كامالا هاريس في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب. في المعسكر الديمقراطي واصلت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة للرئاسة واصلت جولاتها الانتخابية بزيارة أريزونا أملاً في إنعاش حملتها التي استهلتها قبل أقل من شهر والتفوق على منافسها الجمهوري دونالد ترامب في الغرب الأمريكي. هاريس كانت قد بدأت جولة مدتها أسبوع بعد اختيار حاكم مينيسوتا تيم والز نائباً لها على بطاقتها الانتخابية، حيث تركز على الترويج لحملتها في سبع ولايات قد تحسم نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية والمقررة في 5 نوفمبر. تزامنت جولة هاريس في الغرب مع جولة لترامب في الغرب، حيث يعقد المرشح الجمهوري تجمعا جماهيريا بولاية مونتانا، وهي الولاية التي فاز بها الجمهوريون في كل سباق رئاسي منذ عام 1996. غير أن الولاية ستشهد تنافسا شديدا في هذا العام للسيطرة على مجلس الشيوخ.
في غضون ذلك أظهر استطلاع للرأي أن مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس تتفوق على مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب بنسبة 42% مقابل 37%، حيث وسعت هاريس تقدمها منذ استطلاع أجري في 22 و23 من يوليو، وأظهر تفوقها بنسبة 37% مقابل 34% لصالح ترامب. دخلت هاريس السباق الانتخابي في 21 من يوليو عندما انسحب الرئيس الأمريكي جو بايدن صاحب 81 عام ودعم ترشحه بعد أداء كارثي في مناظرة أمام ترامب في 27 من يونيو. شارك آلاف البريطانيين في مسيرات مناهضة للعنصرية ردا على أعمال عنف اليمين المتطرف التي هزت المملكة المتحدة على مدى أسبوع. وأوضحت منظمة متحدون ضد العنصرية أن التظاهرات تم تنظيمها في عدة مدن للتنديد بالعنف الأخير المرتبط بكراهية الأجانب، وكان أكبرها في بلفاست التي شارك بها 5000 شخص. أعلن المكتب الإعلامي للرئيس الفلبيني فرناند ماركوس الإبن أن الرئيس ندد بشدة بتصرف سلاح الجو الصيني في جزر سكاربورو في بحر الصين الجنوبي بوصفها غير مبررة وغير قانونية ومتهورة. كان الجيش الفلبيني قد أكد أن طائرتين تابعتين لسلاح الجو الصيني نفذت مناورة خطيرة وأسقطت قنابل مضيئة في مسار طائرة تابعة لسلاح الجو الفلبيني كانت في دورية بحرية روتينية فوق جزر سكاربورو. تتضاعف الخسائر الاقتصادية الصينية الناجمة عن الكوارث الطبيعية وسط ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة. وبسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة أجلت السلطات الصينية الشهر الماضي 1,100,000 شخص وانهار 12,000 منزل فضلا عن تضرر 157,000 منزل آخر. وسط طقس مضطرب تعيش الصين بين الأمطار والفيضانات وارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، تتضاعف الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية في يوليو المنصرم. السلطات الصينية أكدت أن الكوارث الطبيعية كبدت الصين خسائر اقتصادية بقيمة 76.9 مليار يوان الشهر الماضي، و88% منها ناجم عن الأمطار الغزيرة أو الفيضانات وتبعاتهما. وأظهرت بيانات حكومية أن هذه تعد أكبر خسائر تقع فيها في شهر يوليو منذ عام 2021. خلال الشهر الماضي أجلت السلطات 1.1 مليون شخص وانهار 12,000 منزل فضلا عن تضرر ما يقرب من 157,000 منزل آخر وحوالي 2.4 مليون هكتار من الأراضي الزراعية. بينما تشهد مناطق شرق الصين ارتفاعا موسميا غير مسبوق في درجات الحرارة، في شنغهاي تجاوز أقصى حمل على شبكة الكهرباء وهو مؤشر الطلب لمستوى 40 مليون كيلو وات لأول مرة في 2 أغسطس الماضي، حيث أدت موجات الحر إلى زيادة استهلاك الكهرباء في المدينة. يقول خبراء صينيون أن الطقس الحار غير المسبوق في هذا العام تفاقم بسبب الاحتباس الحراري العالمي. أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار تشكيل المجلس الأعلى لشباب مقدمي خدمات الرعاية الصحية خلال اجتماع لوزير الصحة والسكان مع عدد من الكوادر البشرية المتميزة بالمنظومة الصحية، وذلك ضمن خطة الوزارة لإعداد كوادر قيادية قادرة على تقلد المناصب. أكد عبد الغفار أن مقدمي الرعاية الصحية جزء أصيل في اتخاذ القرارات في المنظومة الصحية باعتبارهم عين للوزارة على الأرض في مختلف المحافظات. أشار وزير الصحة إلى أن إنشاء المجلس يستهدف خلق حلقة تواصل بين مقدمي الرعاية الصحية ومتخذي القرار مركزيا وعلى مستوى المحافظات. عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين. وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمراكز تنمية الأسرة منذ إطلاقه بمختلف محافظات الجمهورية.
وذلك من حيث التحول الرقمي والتقييم والمتابعة والتدخل الخدمي والتمكين الاقتصادي والتثقيف والتوعية والتعليم. وأكد وزير الصحة قرب الانتهاء من ربط وتكامل قواعد البيانات ذات الصلة بالسكان بنسبة إنجاز 80%، والانتهاء من بناء عدد من لوحات التحكم لاستعراض المؤشرات السكانية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تصميم ورصد وتقييم ومتابعة أنشطة المشروع والمنتفعين، وإنشاء نظام معلومات جغرافي لعرض كافة المؤشرات على متخذي القرار لرسم السياسات السكانية. عقدت وزيرة التنمية المحلية منال عوض اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة والقائمين على المنظومة الإلكترونية للتصالح، ممثلين عن بعض الوزارات والجهات بالدولة، وذلك للوقوف على ما تم إنجازه في ملف التصالح على مخالفات البناء. استعرضت وزيرة التنمية المحلية مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح على مستوى المحافظات فيما يتعلق بشهادات البيانات وإجمالية الطلبات المقدمة والتي تم معايناتها والمعاينات المسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها. أكد محافظ شمال سيناء خالد مجاور أن الزراعة أحد دعائم التنمية على أرض سيناء، مشيرا إلى اهتمام الدولة بتنمية وتعمير سيناء خاصة منطقة وسط سيناء، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بها. وخلال استقباله وزير الموارد المائية والري هاني سويلم ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، أكد مجاور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز جهود التنمية الشاملة في سيناء، مشيرا إلى أن الدولة كان لديها رؤية استراتيجية في إعادة الاستقرار إلى المحافظة من خلال القضاء على الإرهاب وتنفيذ المشروعات التنموية والتي جاء على رأسها التجمعات التنموية. وأشار إلى أن هناك رؤية من القيادة السياسية لتنمية وتعمير سيناء تتمثل في التوسع في إنشاء التجمعات التنموية والاهتمام بأهالي شبه جزيرة سيناء والمرأة السينوية. أطلقت مؤسسة حياة كريمة معسكراتها الشبابية تحت شعار مبادرة لتأهيل الشباب وكوادرها التطوعية. يأتي المعسكر بمشاركة 160 من شباب الجامعات والمتطوعين على مدار 3 أيام، ويتضمن برنامجا شاملا ومتنوعا يهدف لتنمية المهارات وتعزيز الوعي لدى الشباب. احنا النهارده في اليوم الاول من المعسكر التدريبي الاول لمؤسسه حياه كريمه لعام 2024. عمليه انتقاء المتدربين وعمليه اختيارهم استغرقت اكتر من شهرين. بدانا مع الطلاب في فتره الامتحانات بمبادره وي سبورت، كنا من خلالها موجودين مع الطلاب خلال فتره امتحاناتهم، بنقدم لهم الدعم النفسي وكمان بنعرض معاهم خطه مؤسسه حياه كريمه لصيف 2024. متحمسة جدا بعد ما عرفت ان في منافسة ما بيننا وبين محافظات تانية، ان شاء الله المحافظة بتاعتنا تبقى المركز الاول. ومتحمسة جدا بعد ما شفت الاجندة بتاعت النهاردة ومليانة وركشوب كتير، وخصوصا ان احنا هنتكلم عن القضية الفلسطينية وتأثيرها على الامن القومي المصري. اسيبكم بقى عشان اشوف انشطة اليوم النهاردة. سجلت على اللينك، اتقبلت، جالي رسالة القبول، رحت المحافظة في كفر الشيخ للمعسكر، سجلت ومليت بياناتي، اتقبلت في اول معسكر لحياة كريمة في محافظة الاسماعيلية. موجودين النهاردة في اليوم الثاني من معسكر حياة كريمة اجيليوس محافظة الاسماعيلية. يعني يمكن ابدا من كلام القيادة السياسية ان احنا محتاجين نتكلم مع شبابنا، فاحنا موجودين النهارده علشان نتكلم مع شبابنا ونسمعهم، ونسمعهم هما بيتكلموا مع بعض بيفكروا في ايه، ايه اللي هما محتاجينه علشان يواجهوا اي تغييرات او اي التغييرات الحاده بالذات اللي بتحصل على مستوى العالم حاليا. اهم حاجه بتميز معسكرات حياه كريمه هي ان الشباب المتطوعين القدام مع شباب الجامعات اللي حابين ينضموا لحياه كريمه بيقعدوا مع بعض ايام المعسكر في نوع من انواع التعايش.
الحقيقه ان دي اول مره اشارك في معسكر الحياه كريمه. انا الاول عرفت ازاي المعسكر ده، انا كنت قدمت على ابلكيشن على الويب سايت وجالي ان انا اروح اعمل انترفيو الاول، ورحت وعملت الانترفيو ومليت الاستماره، وساعتها عرفت ان انا هسافر المعسكر. الحقيقه ان انا هي فعلا اول مره، ولكن انا استفدت كتير جدا. انا على فكره من اصغر المتطوعين الموجودين في حياه كريمه، انا سني 15 سنه، وده بيدل ان مؤسسه حياه كريمه بتدعم الشباب وبتدعم الاطفال اللي هم سنهم صغير. انا طبعا سعيد ان انا موجود النهارده في المعسكر. اتعلمنا حاجات كتير قوي من المعسكر ده، ومن ضمنها ان احنا اتعاملنا مع المحافظات التانيه، ما بقيناش القاهره ومحافظات، لا كلنا بقينا واحد. النهارده معسكر حياه كريمه ولمؤسسه حياه كريمه يعني بتقوم بيه زي ما بنقول من A to Z. الحقيقه المعسكر كان فيه ورش تدريبيه كتير جدا على محاور مختلفه، كان في مهارات التواصل، فده كان هدف برضو من اهداف المعسكر، ان هو اهميه التطوع واهميه اثره على المجتمع عشان نقدر نوصل لاكبر كم من الناس عندهم احتياجات فعلا ونلبيها. وباذن الله ده مش يعني دي نقطه انطلاق زي ما بنقول، المعسكر استهدفنا 160 شاب من اقليم الدلتا بس، لكن بعد كده ان شاء الله هيكون في يعني احنا هدفنا السنه دي ان احنا يكون في 2000 شاب ينضموا معانا في المعسكرات، فزي ما نقول دي نقطه البدايه لسه، والمعسكرات اللي جايه ان شاء الله تكون احسن واحسن. احنا خلاص وصلنا نهاية فعاليات معسكر أجايل يوث اللي عملته مؤسسة حياة كريمة، المعسكر الأول في صيف 2024. الحقيقة ان انا استفدت جدا، دي اول مرة اشارك في معسكر شبه كده، والحقيقة ان انا نميت كتير قوي من مهاراتي، وقدرت ان انا اتعرف على ناس جديدة مش بس في محافظتي ولكن في محافظات تانية، وقدرت ان انا اكون نتورك كبيرة قوي من العلاقات. سعيدة بالمشاركة دي، واتمنى ان هي تتكرر تاني مرة واثنين وثلاثة. النهاردة كان ختام معسكر أجايل يوث، كان المعسكر الاول من نوع نادي، وبجد معسكر انا حزين انه انتهى النهارده علشان كان مثمر جدا، وبشكر مؤسسة حياة كريمة على المعسكر دوت، واتمنى يكون في فرص اكتر ان احنا نتجمع مع بعض ونستفيد من خبرات بعض، وشكرا مؤسسة حياة كريمة. بنهاية اليوم نختم الختام المعسكر، النهاردة استمتعت جدا، وبصراحة انا استفدت في المعسكر ده ان انا تعرفت على ناس جديدة من محافظات مختلفة. تتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين، والتي تشهد حفلات غنائية وعروضا فنية، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الرياضية التي يتم استكمالها طوال فترة المهرجان. هذا وتشهد مدينة العالمين الجديدة أقبالا كبيرة من السائحين والزائرين للاستمتاع بفعاليات المهرجان المتنوعة التي تقام في عدد من الأماكن السياحية والترفيهية بالمدينة. ووسط الأجواء الساحرة في مدينة العالمين الجديدة انطلقت أولى بطولات سباق السيارات. يأتي ذلك في ظل بطولات رياضية متنوعة يشهدها المهرجان بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. انطلاقة قوية لأولى بطولات سباق السيارات بمهرجان العالمين الجديدة، بطولة ريفي توب التي تشهد عددا من أنواع السباقات المختلفة بمشاركة عدد من المتسابقين محليا وعربيا، وسط تجهيزات واستعدادات خاصة لخوض التصفيات النهائية بالبطولة. أولا بشارك في الكار بارك وفي التوين دريفت تاندم،
انا استعداداتي كان حاجات كتير، لان كنت بغير حاجات كتير في العربيه. العربيه فيه لسه حاجات جديده، سيت اب جديد، الكلام ده كله لسه جديد. جربته تمام، بس يعني هو دي كانت البروسس كله كان في التجهيزات الجديده دي. بشارك في سباقات الدريفت والسبيد، شاركت امبارح في سباقات السبيد وحصلت على المركز الاول دفع الخلفي، والنهارده بشارك ان شاء الله في الدريفت في سيمي برو، لان هما اتنين كاتيجوري برو وسيمي برو. هي مصر حلوه بشعبها وبالضحكه بتاعهم فاهم، بس الفكره فين؟ ان هو كل التراكات اللي احنا بننزل فيها فهي مشابهه لبعض، بس هنا يعني كبروفيشنال اعلى شويه. بدأت جولات سباق السبيد والكار بارك وسيمي برو وبرو بعدد من أنواع السيارات التي يشارك فيها أبطال العالم في هذا السباق وسط أجواء ساحرة أكد عليها المتسابقون في مدينة العالمين الجديدة، الذين يسعون لتحقيق مراكز متقدمة في البطولة التي تشهد حضوراً جماهيرياً من عشاق ومحبي سباق السيارات. جيز من السنة الماضية وعجبت كتير بالتجهيز ما شاء الله، وبفتخر أنا كعربي كمان وبلد عربي عم يعمل هالتنظيم وهال هي، فاشتغلت من السنة الماضية لحتى الحات العربية لحتى شارك هاي السنة بالعالمين. والله هو كل سباق يعني لازم في كل وقت لازم يكون مركز، وقت تجهيزك لازم مركز، وقت في التراك لازم يكون مركز، يعني التركيز دايما في السباق يعني. طبعا الموضوع مختلف وموضوع طبعا حلو لينا كلنا وحلو لتنشيط الرياضة رياضة السيارات في مصر. احنا معانا ابطال نازلة من تونس ومعانا ابطال نازلة من الاردن ومعانا ابطال نازلة من الكويت، فما شاء الله المنافسه النهارده يعني تصنف ان هي منافسه عالميه مش منافسه صغيره، فبالتوفيق لكل الابطال ان شاء الله. بطولات رياضيه متنوعه يشهدها مهرجان العالمين الجديده، وذلك في اطار التعاون بين الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه ووزاره الشباب والرياضه لاستضافه العديد من الفعاليات الرياضيه وجذب اكبر عدد من السائحين والزائرين لمدينه السحر والجمال العالمين الجديده. محمود جميل، التلفزيون المصري. ونبقى مع فعاليات العالمين الجديدة ومهرجانها، وينضم إلينا على الهواء مباشرة من هناك كريم بيبرز. كريم، المزيد من الفعاليات بالتأكيد تتواصل لديك في العالمين. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل هذه الفعاليات مستمرة منذ بداية المهرجان وحتى نهايته، وربما استمعنا الآن لتقرير الزميل العزيز محمود جميل حول يعني فعاليات سباق السيارات في مدينة العالمين الجديدة. وتم اختيار مدينة العالمين الجديدة لتستقبل هذه أنواع من السباقات بعد أن تطور مركز مصر في يعني الترتيب العالمي للطرق وترتيب أيضا البنية التحتية للطرق تحديدا. لذلك تستقبل مدينة العالمين الجديدة ريفت أب، وهذا واحد من السباقات الهامة للسيارات للدريفتنج تحديدا، وأيضا لركن السيارات أو الباركينج كما يطلق عليه وسط المنافسة. ولكن أيضا في يعني نهاية هذا الأسبوع في 15 و16 من أغسطس ستنطلق فعاليات موتور ويك، وهي أيضا فعاليات تستمر لمدة 8 أيام، وهذه 8 أيام بها عدد كبير من السباقات الخاصة بالسيارات، إما سباقات للسرعة أو حتى الدريفتنج أو الباركينج أو غيرها من السباقات، بالإضافة أيضا لسباقات للموتوسيكلات ستكون موجودة، والدراجات البخارية والنارية ستكون موجودة أيضا في مدينة العالمين الجديدة، بالإضافة أيضا لي يعني عدد آخر من السباقات الخاصة بالسيارات هنا في مدينة العالمين الجديدة. ولكن لا تقتصر الفعاليات على هذا فقط، ولكن أيضا الفعاليات الثقافية والترفيهية ما زالت مستمرة هنا في مدينة العالمين الجديدة، منها الثقافية الخاصة بالتراث تحديدا والمشغولات اليدوية وعرض المشغولات اليدوية في أماكن مخصصة لها في منطقة أمام المنطقة الترفيهية. يتم عرض التراث المصري من المشغولات اليدوية المختلفة ويتم الترويج له عن من خلال مهرجان العالمين الجديدة. بالإضافة لذلك أيضا الفعاليات الترفيهية الخاصة بالمسرح، فقد انتهت يوم السبت مسرحية السندباد الخاصة بالنجم الكبير كريم عبد العزيز، عرضت لمدة 3 أيام خميس وجمعة وسبت، وقبلها مسرحية الشهرة، وفي نهاية كل أسبوع يكون هناك عروض مسرحية أو حتى عروض ترفيهية موسيقية غنائية في بعض الأحيان على المسرح الروماني بالمدينة التراثية. بالإضافة لذلك أيضا الفعاليات الرياضية ما زالت مستمرة، فنتحدث أيضا عن الكرة الشاطئية.
الفضائية، نتحدث عن كرة القدم، نتحدث عن كرة السلة، نتحدث عن كرة الطائرة. كل هذه الفعاليات ما زالت متواجدة بمهرجان العالمين الجديدة، بالإضافة أيضا لتيسيرات أخرى داخل ممشى العالمين الجديدة مع يعني الفعاليات الخاصة بالسيرك القومي التي تستمر يوميا أو يوما بعد يوم، وأيضا الجزء الخاص الذي تم استحداثه وهو إيجار واستئجار عفوا للعجل، واستئجار أيضا لعدد من النشاطات الخاصة بالأطفال مثل الباتيناج على سبيل المثال، أماكن مخصصة لهذه الفعاليات داخل ممشى السياحي بالعالمين الجديدة، فضلا عن استمرار الفعاليات التي بدأت منذ أول يوم وهي بالطبع الباراموتور والطيران والسكاي دايفنج وغيرها من الفعاليات الهوائية، كل ذلك مستمر معنا حتى نهاية مهرجان العالمين الجديدة. وبالطبع هذا لا يمنع استمرار الحفلات الغنائية في اليو أرينا، وكنا استمعنا ورصدنا أيضا الحفل الخاص بالهضبة عمرو دياب الجمعة الماضية، وسننتظر بالطبع الجمعة القادمة فرقة مسار إجباري وحمزة نمرة، كل هذا يأتي ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديد. أشكرك جزيلا من العالمين كريم بيبرز. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام من الأخبار المال والأعمال في نشاطنا، نتحول فيها إلى محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا إيمان وشكرا مصطفى. إلى أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك بتسهيل فتح حسابات للعملاء الأجانب غير المقيمين بمصر وبما لا يخل بالضوابط والقواعد المنظمة لفتح الحسابات. وذكر البنك في خطاب موجه للبنوك أن القرار يأتي لتحفيز البنوك على فتح حسابات للعملاء الأجانب وتلاشي الصعوبات التي يواجهونها للحصول على خدمات مصرفية أساسية في مصر. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلا جديدا سلط من خلاله الضوء على العمل الحر. أوضح التحليل أن اقتصاد العمل الحر يركز على مشاركة القوى العاملة وتوليد الدخل من قبل العمالة المستقلة المعروفين باسم العاملين لحسابهم الخاص، وهو نموذج من نماذج اقتصاد المشاركة. وسلط مركز المعلومات الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي والذي يشير إلى أن الطلب على العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت ينمو بسرعة، إذ يشكل ما يقرب من 12% من حجم السوق العالمية. أكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أهمية التأكيد على تفعيل دور اللجنة العامة للمساعدات الإجنبية وتعظيم العوائد الاقتصادية، مع أهمية طرح الأفكار والمقترحات الجديدة لتطوير العمل وتعظيم دور اللجنة خلال الفترة القادمة. جاء ذلك خلال ترأس وزير التموين اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث شاهد عرضا تقديميا عن أنشطة اللجنة ودورها في وضع وتنفيذ خطط استلام وتخزين ونقل وتوزيع المساعدات والإشراف والرقابة عليها. بحث محافظ القاهرة إبراهيم صابر مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة القاهرة، كما تم بحث إمكانية استغلال المساحات المتوفرة بالمحافظة في جذب المزيد من الاستثمارات، وكذلك إمكانية الترويج لها على الخريطة الاستثمارية الخاصة بالهيئة وخلق شراكة للترويج للفرص الاستثمارية بين الهيئة والمحافظة. كذلك بحث المحافظ ورئيس الهيئة سبل حل مختلف المشكلات التي تواجه المستثمرين وتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات بالمحافظة. إلى سوق المال، حيث سجلت مؤشرات البورصات ارتفاعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات اليوم مستهلة تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والمستثمرين الأفراد المصريين. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 58 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 2.32 من الألف تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 9080
875 مليار جنيه، بينما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.8 مليار جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 2.72% ليسجل 29532 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 2.33% ليسجل 6653 نقطة. و أيضا ارتفع المؤشر الأوسع نطاقا 100 إكس الأوسع نطاقا بنسبة زاد بنحو 2.53% لينهي التعاملات عند مستوى 9972 نقطة. أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع مدعومة ببيانات اقتصادية إيجابية الأسبوع الماضي وتصريح بعض صناع السياسات في المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بأنهم قد يخفضون أسعار الفائدة في سبتمبر. وارتفع المؤشر السعودي 6%، وفي قطر ارتفع المؤشر الرئيسي 2%، كما ارتفع مؤشر السوق في الكويت بنسبة 66%، وارتفع مؤشر سوق البحرين بنسبة 1.12%. قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة ارتفع بنسبة 61% خلال الفترة من 2017 و 2023 ليصل إلى حوالي 215 مليار دولار. وأضاف وزير الاستثمار السعودي أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت بنسبة 158% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2017 لتصل إلى 19.3 مليار دولار. نهاية أخبار الاقتصاد من جديد، أعود إلى إيمان ومصطفى. شكرا لك محمد. بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية أخبار السادسة من على شاشة التلفزيون المصري، ولم يتبقى سوى التذكير بأهم العناوين. مدبول يستعرض فرص الاستثمار المتاحة لنحو 250 ألف غرفة فندقية يتم بناؤها لاستيعاب 30 مليون سائح سنويا. وزير الخارجية والهجرة يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني على هامش زيارته إلى رواندا. خلال استقباله وفدا من الكونغرس الأمريكي، العاهل الأردني يشدد على أن بلاده لن تكون ساحة حرب. ختم نشرة السادسة، أتتكم من التلفزيون المصري. شكرا لطيب المتابعة ودمتم في أمان الله. إلى اللقاء.